تشغيل كل صحة شربتكم. موعدنا بعد العشرة تعليل في حصة خاصة بتخطيط مقابلتنا البارح ضد سيكا بيجون الإيفواري، وترشحنا للدور النصف النهائي لرابطة أبطال الإفريقية للمرة 13 في تاريخنا. حصة خاصة جدا، بشيكون معنا الكابيتانو أمين بن حميدة، بشيكون معنا شمس الدين الذوادي، سراج الدين الشيحي، هيثم الراجلي اللي كان موجود في أبيجون. تابعونا بعد شوية على تريجي بلوس، اللي مازال ما اشتركش يزل بروحه ويشترك، لأنه بالحق الحصة خاصة جدا. إتوال 19 إتوال 1 ديز تتفرج في حصة الليلة من ليميسيون على تريجي بلوس.